المشبك والعوامة والقطايف حلويات شعبية تحضر على موائد الإفطار بمحافظة الحسكة خلال شهر رمضان المبارك، نظرا لطعمها الشهي وفائدتها الغذائية التي تعوض انخفاض مستويات السكر في الدم بعد صيام يوم طويل. هي أكلة شعبية ومثل ما تقول دائما مائدة رمضانية، يعني العالم متعودة عليها من أيام الأجداد. بالنسبة للمشبكة سميد بدها وخميرة، وكمان مي يكون سخن، ننزل السميد على المي السخن ونحركه وأكثر من مرحلة بالعجن، وبعدين ننزله على الطنجرة على القلاية، وبعدين بعد مادة القلي ولا ننزلها على الزيت على القطر. وتشترك الحلويات بنفس المكونات تقريبا، والتي يدخل في تصنيعها الطحين والسميد والماء إضافة للخميرة، وتصب في قوالب خاصة ومن ثم تقلى بالزيت وتغطس بالقطر. من العادات الرمضانية تقريبا لأغلب العوائل تجيبها للبيت وتحطها أثناء الإفطار. الحلو ضروري للصائم في هذا الموسم شان ضغط الدم. أنا بالنسبة إلي نشوفها طقس، إذا ما نشوفها على مائدة من موائدنا الرمضانية، يعني وخصوصا على الإفطار، وخصوصا حاطين الصحن موجود جنب الإفطار، ما نحس إنه برمضان. يعني إقبال على القطايف والمشبك لأنه أرخص من كل الحلويات، وعندنا هون بالحسكة تعرف عادات وتقاليد. وتحظى هذه الأصناف بإقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بأصناف الحلويات الأخرى، إضافة إلى أن وجودها على سفرة الإفطار يعتبر طقسا من طقوس الشهر الكريم. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية.